مساء الخير مشاهدين قناة النهار، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج دكتورز. لكل الأشخاص اللي مو حابين حياتهم الحقيقية، حابة أبشركم أنه قريباً رح يكون في حياة جديدة بالعالم الافتراضي. لحتى نفهم الموضوع أكثر، أعلن مؤسس ومدير شركة فيسبوك الأمريكية مارك زوكربيرغ تغيير اسم الشركة لتصير ميتا. ولكن حقيقة الموضوع أكبر بكتير من تغيير اسم. التغيير اللي رح يصير رح يغير شكل الحياة عن قريب. تخيلوا معي وأنتوا قاعدين ببيوتكم تقدروا تروحوا على الشغل وتفوتوا على المكتب وتعملوا كل مهامكم، وبعدها تروحوا تعملوا شوبينج وتنزلوا مع أصحابكم، وآخر اليوم تحضروا حفلة. كل هاد وأنتوا قاعدين بمكانكم وما تحركتوا خطوة. تخيلتوا؟ تماماً هذا رح يصير. هتصير الأيام الجاية بهذا الموضوع مثل ما كنا عم نحكي حرفياً. فأعلن مارك إنه شركته الجديدة رح تغير شكل الإنترنت تماماً، ورح يتم تطوير برامج الـ 3D والنظارات الخاصة فيها، وإصدار مقبض رح يكون معاك بأوضتك. يعني لما تحب تقابل أصحابك مثلاً، رح تدخل على المكان الافتراضي اللي بتختاره، إن كان جنينة أو كافيه أو حتى قصر، وتختار اللبس يلي بتحبه والشكل كمان يلي بتحبه. النظارات يلي رح تلبسها رح تاخدك من مكانك وتعيشك بالمكان الافتراضي الجديد بتقنيات تكنولوجية مرعبة، رح تعيشك الحالة بنسبة 100%. والمقبض يلي بإيدك رح يخليك تلمس كل شيء حواليك بالواقع الافتراضي وتحس فيها. الموضوع بيبان إنه حلو وجديد وممتع، لكن اللي بيخوف إنه وقتها حرفياً رح نكون عايشين بعالم افتراضي حقيقي، مو مجرد موبايل ماسكينه بإيدنا نفتح الأبليكيشن يلي بدنا إياه. لا، نحن رح ندخل جوا الأبليكيشن بذات نفسه، ونقابل ناس ونزور أماكن ونعمل كل شيء ونحن قاعدين على الكرسي بالبيت. سيطرة التكنولوجيا على البشر الفترة الجاية رح تكون أكثر بكتير من زمان، والموضوع أكيد لسه فيه تفاصيل تانية رح نعرفها أول ما يتم التنفيذ بشكل عملي. لسه ما حدا متخيل شكل الحياة اللي جاية، بس الحقيقة الواضحة إنه العالم كله هلأ بيتحكم فيه شخص واحد اسمه مارك زوكربيرغ. عن هذا الموضوع رح يكون محور حديثي مع جمهورنا، لنشوف مين متحمس لهي التكنولوجيا الجديدة ومين خايف منها. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم، مشرفينا ومنوريننا. وكلياتنا سمعنا عن التغيير الجديد يلي عمله مارك بالفيسبوك، يلي فعلا رح يغير شكل الحياة الحقيقية وشكل الحياة على الانترنت. مين متحمس لهي التجربة؟ هو أنا بصراحة متحمسة جداً أنا أجربها، بس من باب الفضول والمعرفة الجديدة وكده. أوكي، بس من باب إنه شيء جديد فحلو إنه نحن نجربه أو نعرف كيف رح يكون الموضوع. بس ما بتفضلي إنك أنت تعيشي بهديك تبقى حياتنا الأساسية؟ لا، مش عايزاها كده. طب مين خايف من هاي التجربة؟ لا، أنا خايفة قوي. يعني شو اللي مخوفك منه؟ حاسة الموضوع هيبقى غريب كده، وكل واحد هيبقى لوحده، ومش تبقى حياة مشاركة وكده. يعني رح تبطل هي الحميمية اللي نحن منحس فيها بحياتنا، إنه نشوف شخص ونقعد نحاكي ونتواصل معه ونقرأ البادي لانجوج تبعه والآي كونتاكت تبعه، فالموضوع فعلا صعب. طب شو الأمراض يلي بتتوقعوا إنه ممكن تظهر مع هي التكنولوجيا الجديدة، وخاصة إنه نحن لما ظهرت السوشيال ميديا ظهرت معها أمراض كتيرة؟ شو هي الأمراض يلي بتخيلوها ممكن تكون كمان مع هي التكنولوجيا الجديدة؟ أكيد أول حاجة يعني إنك تكون منعزل، يعني أول مرض ده يكون منعزل، تكون نفسيه بقى مش جسديه خالص. يعني بتحس ان الامراض النفسيه رح تكون اكثر من الامراض الجسديه، ولا الاثنين ممكن يظهروا بشكل متفاوت؟ لا، يعني نمبر 1 يعني هو هيكون نفسيه، يعني اكيد مبدئيا ممكن يصير معنا انفصام بين الحياه على بالعالم الافتراضي والحياه بارض الواقع. متحمس للتجربه ولا خايف منها؟ هو متحمس وخايف، يعني الاثنين، لان متحمس حاجه جديده وخايف من العوامل اللي هتبقى وراها، فاهمه؟ بس طب بتحس انك ممكن تروح مع الموضوع للاخر، ولا لا رح تقدر تعمل عليه كنترول؟ لا، انا شايف عن نفسي ممكن اقدر اعمل عليه كنترول عادي. برافو عليك. وكل ما بيكون في شيء جديد حلو انه نحن نستفاد منه ونشوف ايجابياته، ونحاول قد ما بنقدر نتفادى سلبياته. حلقتنا لليوم في عنا الكثير من الفقرات والمواضيع يلي بتهمكم، رح نتعرف عليها بعد فاصل كثير صغير. We'll be right back.
مساء الخير عن جديد. تزداد مشاكل البشرة بفصل الشتاء نظراً لانخفاض درجات الحرارة يلي بيؤدي لفقدان الماء والزيوت الطبيعية بالجلد، وهذا الشيء بيؤدي لفقدان الرطوبة بالجلد. لهيك مع بداية فصل الشتاء لازم نكون مستعدين لمواجهة تأثير التغير المناخي على البشرة لنتفادى المشكلات الجلدية الشائعة من خلال اتباع بعض الإجراءات الوقائية اللي رح يخبرنا عنها الدكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر وأمراض الذكورة. مساء الخير دكتور ماهر، أهلا وسهلا، مشرفنا ومنورنا. دكتور ماهر، صرت واحد من يعني العائلة تبع برنامج دكتورز، وكل مرة نستفاد من وجودك معنا وبخبرتك الكبيرة لحتى ناخذ معلومات نقدر نحن نحافظ فيها على صحة وجمال بشرتنا. دكتور، دخلنا بفصل الشتاء، وفصل الشتاء من الفصول يلي فعلا في درجات الحرارة بتوطى كتير بتأثر على صحة ونضارة البشرة. شو هي المشكلات الشائعة يلي ممكن نتعرض لها بفصل الشتاء؟ طيب، احنا دايما بنقول ان فصل الشتاء ده هو عدو أصحاب البشرة الجافة، وعشان نفهم الموضوع لازم نعرف ان البشرة بتتصنف ل أكثر من نوع. بالضبط، في بشرة جافة، وفي بشرة دهنية، وفي بشرة مختلطة، وفي بشرة عادية. الموضوع بيكون كله ايه؟ ان احنا عندنا في مادة كده اسمها سيراميد، في غدد دهنية بتنتجها، لو زيادة بتديني بشرة دهنية، لو قليلة بتديني بشرة جافة. المادة الدهنية دي مهمة جدا، ديت مضادة للبكتيريا، مضادة للفطريات، مضادة للفيروس، مضادة للالتهابات، وكمان بترطب البشرة. المادة دي لو قليلة بتعرض لي أصحاب البشرة الجافة لكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، يحصل فيهم ساعات يحصل معهم زي إكزيما، ساعات يحصل معهم عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطريات على الجلد، وساعات يحصل عندهم حاجة اسمها إكزيما دهنية، وساعات كمان الناس اللي هم مصابين بالصدفية تبدأ تزيد معهم شوية في فصل الشتاء. أصحاب البشرة الجافة لازم بيتعاملوا معاملة خاصة جدا جدا في فصل الشتاء. أولها إن هو لازم يكون بيقلل الغسيل جدا، يعني موضوع الشاور ده بيقلله جدا، دايما بنقول لهم نخليه مرة أو مرتين في الأسبوع، مش أكتر من كده، ده كعدد مرات. كمان مدة الشاور نفسه بنقول لهم قللوها، ما تعديش من 5 إلى 10 دقايق. بنقول لهم درجة حرارة المي دكتور بتفرق؟ طبعا مهم جدا إن احنا نخلي درجة الحرارة من المياه الفاترة، المية السخنة بتقلل الدهون فبتزود لي المشكله. استعمال الصابون يقل جدا بقدر الامكان يقل، يعني الاعلانات اللي بتيجي عن الصابون اللي بيقتل 99.9% دي، ده كلام مش مناسب جدا لاصحاب البشره الجافه. مهم جدا يستعملوا شاور جل يكون كريمي وبيرطب البشره. ترطيب البشره مهم جدا جدا جدا، الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. طب دكتور، معناتها كل فعلا مثل ما حضرتك كنت عم تحكي، كل انواع البشرات هن عرضه للاذى والضرر بفصل الشتاء، ولكن اصحاب البشره الجافه هن الاكثر عرضه لهي المشاكل. مفروض انه هن يتبعوا روتين يومي لحتى يقدروا يحموا بشرتهم من العوامل الخارجيه. طبعا. شو لازم نعمل بالشتاء؟ يعني كيف لازم نحافظ على صحه البشره، نضارتها، ترطيبها؟ اعطينا روتين يومي. طيب، احنا برضو عاوزين ناكد ان الروتين لازم يتبع في فصل الشتاء. يعني في ناس كتير عندها مشكلة إنها ما تبدأش تستعمل واقي شمس في الشتاء، برغم إن شمس الشتاء هي نفس درجة شمس الصيف بالظبط، فلازم مهم جدا إن أستعمل واقي الشمس. يمكن الصورة اللي معانا بتبين إن فيه الجفاف في الشفايف، وباين قوي قوي، ده لازم نستعمل معاه مرطب للشفايف على الأقل مرتين في اليوم، والموضوع لو زاد عن كده ممكن نستعمل كريمات مضادة للالتهابات. الصورة التانية بتبين الإكزيما، وده واضح ان هو طفل صغير، ممكن يكون اقل من سنة، واضح جدا ان في التهابات اكزيما، يعني التهابات في الجلد، وبيكون مصحوب احمرار وكل مصحوب بحكة. حتى كمان الصورة بتبين ان في عدوى بكتيرية موجودة، لان مفيش مقاومة عند هذا الطفل. نفس الكلام في تشققات على الجلد في الصورة دي، لان طبقة الحماية مش موجودة، دي برضه نوع من انواع الاكزيما.
فمهم جدا. دي كمان موجوده تشققات في الكعبين ودي بتزيد جدا في هي بالصيف وبالشتاء يا دكتور. الصيف والشتاء لكن بتزيد في فصل الشتاء اكتر، فدول مهم جدا ان احنا نعتني بيهم. الصوره الثانيه دي صوره اكزيما، وباين ان هو الحكه زايده جدا والحكه بتيجي بعدها حكه ثانيه، وخاصة بهي المنطقة عند الرجال نتيجة الشيفينج والحلاقة والشعر كمان. والمنطقة دي بعتبرها مناطق التنايات في الجلد، دي تانية تعتبر، وطبعا ممكن توجد في أي مكان في تنايات زي الكوع زي الركبة، زي الأماكن دي تتوجد فيها الإكزيما. يبقى احنا لو قلنا الروتين رقم واحد ان هم لازم يستعملوا واقي الشمس زي ما اتفقنا، يستعملوا غسول مناسب للبشرة الجافة والحساسة. مش اي غسول هينفع معاهم، في الغالب الغسول اللي بيكون مناسب للبشره الجافه اللي بيكون عباره عن جل او بيكون عباره عن كريمي، انما الفوم ما بيناسبهمش خالص. الاهم من ده ان احنا لازم نستعمل كريمات ترطيب على الاقل مرتين في اليوم لاي اماكن مكشوفه. ممنوع استعمال الصابون، ممنوع استعمال الليفه، الليفه دي ممنوعه خالص، الليفه المغربيه والحاجات دي ممنوع استعمالها مع اصحاب البشره الجافه. طب دكتور خلينا نحكي شوي للمشاهدين مجموعه من الامراض اللي ممكن يتعرضوا لها وخاصه بفصل الشتاء وحتى ممكن الصيف، وشو هي طرق علاجها او الوقايه منها اذا كان في طرق. بداية خلينا نحكي عن جلد الوزي اللي هو اسمه غريب بس، ولكن هي حالة شائعة عند كتير أشخاص وبتظهر بمناطق مختلفة. ده حقيقي. شو هو جلد الوزي؟ طيب. وكيف ممكن نعالجه؟ طيب، هو جلد الوزي ده حاجة مشهورة جدا وموجودة عند ناس كتير. الفكرة فيها ان احنا احد مكونات الجلد الرئيسية بروتين معين اسمه كيراتين. اوكي. هو حتى باين في الصورة قدامنا. اوكي. الكيراتين ده بيكون زيادة عند بعض الناس، فبييجوا برضو باينه في الصوره بتبقى محببه قدامنا. الكيراتين ده بيكون زياده فبيقفل المسام اللي خارج منها الشعر. أوكي. تيجي شعرها تخرج ما تلاقيش مخرج، فتعمل لي زي التهاب في المكان ده، فالجزء بيكون محبب عالي عن الجلد وبيكون فيه التهاب، وساعات بيكون مصحوب بحكه وجفاف. هو ده جلد الوزه، وبيكون ده من طبيعه البشره نفسها. ودكتور ممكن يكون باماكن مختلفه بالجسم ولا بينتشر بمناطق بتوجد معينه؟ اكتر اماكن منطقه الكتف، منطقه الفخذ، الاماكن دي ممكن يكون موجود في اي مكان في الجسم. علشان نعالجه لازم نستعمل كريمات ترطيب قويه تكون بتحتوي على ماده اليوريا، لازم نستعمل كريم تقشير بشكل يومي هيشيل الطبقه اللي احنا شفناها قدامنا المحببه دي، لازم استعمل كريم ترطيب يكون على الاقل مرتين في اليوم. ساعات اللي هو ازاله الشعر بالليزر بتساعد جدا في تقليل من هي الحاله. طب دكتور بدي اسالك عن شيء بيعملوه سيدات وخاصه لما بيروحوا بيعملوا حمامات مغربيه اللي هي تكييس هي المنطقه لحتى بيفكروا انه هو جلد زايد لحتى يروحوه، هي العاده صح ولا غلط؟ هي العاده يطلع اعتبرناها لو قللنا منها هتبقى كويسه جدا. اوكي. نعتبرها نوع من انواع التقشير، احنا احد العلاجات للمنطقه دي التقشير، بس لازم يكون معاه ترطيب دائم. تمام. رح ننتقل كمان لمرض كتير ممكن يكون منتشر وخاصة بفصل الشتاء وهو الأكزيما. تمام. موضوع صعب كتير ومزعج فعلا للشخص اللي عنده إياه، وممكن يروح ويرجع. كيف ممكن نعالج حالنا وكيف ممكن نعمل طرق وقاية تحمينا من ظهور الأكزيما؟ طيب، هي الأكزيما دي حاجة لها علاقة بالوراثة شوية. بيكون في جين معين بيؤدي للأكزيما، بيكون إفراز المادة الدهنية المسؤول عن ترطيب الجلد وحمايته، المادة دي بتكون قليلة عند الناس اللي عندهم إكزيما. في الغالب الإكزيما ممكن تبدأ من سن بدري قوي، ممكن من أول شهر في الولادة. صح، حكينا عنها بحلقات سابقة. صح. بالظبط، ممكن تكمل معاه لحد مرحلة البلوغ وما بعد مرحلة البلوغ. زي ما قلنا الموضوع ده بيكون وراثي شوية وبيكون نوع من أنواع طبيعة الجلد. لازم إن احنا نبدأ نعالجها من بدري جدا. علاج الإكزيما في المراحل المبكرة ما بتدخلهاش ليا في مرحلة البلوغ. احنا عندنا تقريبا 50% من حالات الإكزيما بتخف مع سن البلوغ، علشان الغدد الدهنية بتنشط وبتطلع دهون بتبدأ ترطب البشرة الجلد. أكثر. علاج الإكزيما يبدأ بكريمات الترطيب، وان احنا نقلل الشاور زي ما قلنا، ان احنا دايما قاعدين في جو ما هوش جاف. الاطفال دول بنلبسهم دايما ملابس بتكون قطن شويه،
وكريمات الترطيب، ولو الموضوع ما جابش نتيجة مع كريمات الترطيب بنبدأ نستعمل كريمات فيها كورتيزون بنسبة معينة بيحددها الطبيب. لو ما جابش نتيجة ممكن نبدأ نستعمل كورتيزون عن طريق الفم بجرعة برضو بحددها الطبيب. وفي أدوية كتير جدا دلوقتي طلعت جديدة لعلاج الإكزيما ونتائجها ممتازة جدا. وطبعا بدنا نقول لكل العالم يلي بخافوا من موضوع الكورتيزون، طول ما عم ناخده بإشراف دكتور مختص ما في داعي للخوف والقلق، لأنه هو قدران يسيطرنا على الوضع تماما. مهم جدا، واللي حضرتك قلت ده مهم قوي، لأن ساعات لما بسيب الطفل عنده الإكزيما ده بيأثر على حياته. طفل طول الليل بيهرش، ما بينامش كويس، فهيأثر على تحصيله في المدرسة. طفل عنده أماكن مفتوحة في جلده فتبدأ يحصل فيها عدوى بكتيرية، ممكن يبقى مندوز قدام زمايله، رغم أن الإكزيما غير معدية بس ممكن الأطفال يشوفوه. بس هي مزعجة فعلاً كتير. الأطفال يشوفوه بشكل وشكله غريب، فتبدأ تحصل التنمر واللي احنا بنحذر منه. فالعلاج لازم من بدري جداً. طب دكتور، ايضا من الامراض اللي ممكن نشوفها كثير وخاصه بفصل الشتاء الصدفيه. تمام، خلينا نخبر المشاهدين اكثر شو هي الصدفيه، كيف ممكن تظهر وكيف ممكن نعالجها. طيب، هي الصدفيه دي مرض مناعي. الفكره في الصدفيه ان احنا عندنا طبقه الجلد السطحيه دي بتتجدد كل 28 يوم. في خليه كده بتقع، تمام، والجسم مش هيسيب مكانها فاضي، بيبدا في مخزن كده، مخزن الخلايا في الجلد بسموها البيزل سيل، تبدأ تنتج خلية مكانها. الجسم تعود أنه كل 28 يوم المخزن بطلع خلية واحدة تحل محل اللي خلاص ماتت، راحت. الناس اللي عندهم صدفية عندهم خلل مناعي، بيبدأ جهاز المناعة يهاجم الخلايا القاعدية فيستفزها فتطلع خلايا كتير. في الغالب كل 3 أيام بتطلع خلية. يبقى احنا عندنا دلوقتي في 10 خلايا بيطلعوا في الشهر، وفي الشهر بتفضى مكان واحد بس. بقيت التسع خلايا بروحوا فين؟ بيترصوا فوق بعض ويعمل لي القشره اللي احنا بنشوفها في مريض الصدفيه. مريض الصدفيه بيكون عنده قشره وبيكون المنطقه محمره شويه. ليه؟ لان وفعلا الخلايا بتكون سميكه يا دكتور، يعني شكلها غير القشره العاديه اللي ممكن تظهر بالايام العاديه. بالظبط، والمنطقه بتكون محمره شويه لان الاوعيه الدمويه بتتوسع عشان تغذي كل كل الخلايا دي، وساعات بتكون مصحوبه بالحكه وساعات لا. علشان اعالجها لازم اصلح المشكله المناعيه اللي حاصله دي عن طريق ادويه برضو بناخدها عن طريق الفم. ساعات كريمات الترطيب مهمه جدا في مريض الصدفيه، وطبعا ليها علاج بيولوجي دلوقتي متوفر جدا وله نتائج رائعه جدا، بس عيبه ان هو غالي شويه. دكتور، بدنا نحكي كثير عن الكريم تبع الترطيب باخر الفقره، لانه في كثير صبايا ممكن يستخدموا كريمات ترطيب تضر اكثر مما تفيد، وبدنا نعرف من حضرتك شو هي الكريمات المناسبه. ولكن دكتور اسمح لنا نبلش نستقبل اسئله الجمهور، وبعدها نقدم نصائح لكل مشاهدينا لحتى يحافظوا على نضاره بشرتهم بالشتاء. اللي عنده سؤال للدكتور يتفضل. كنت عايز اسال حضرتك، جميع انواع البشره بيحصل لها مشاكل في الشتاء؟ زي بشرتي مثلا، انا بحس ان هي في الشتاء بتكون جافه جدا وممكن بتتقشر تدريجيا، وفي الصيف بتكون دهنيه جدا مش بعرف ان انا استخدم لها حاجه. تمام، هو كل انواع البشره بتتاثر في الشتاء، ولكن اصحاب البشره الجافه هم اكتر ناس بيتعرضوا لمشاكل في الشتاء. يمكن اصحاب البشره الدهنيه بيكون حظهم احسن شويه، عندهم الحبوب بتقل شويه في الشتاء، ولكن اصحاب البشره الجافه هم الاكثر ضررا. اكثر ضررا، تمام. لذلك لازم يمشوا على روتين بشكل يومي لبشرتهم. دكتور ايضا رح ناخذ سؤال جديد من الجمهور، تفضلي. طيب، انا دلوقتي بشرتي جافه جدا، بتزيد بقى وبتبقى سيئه جدا في الشتاء، حضرتك ممكن تقول لي على مستحضرات اتبعها في فصل الشتاء بالذات؟ طيب، هم اصحاب البشره الجافه زي ما اتفقنا لازم يستعملوا شاور جيل او غسول مناسب لبشرتهم زي بروكزيرا شاور جيل. وكمان لازم يستعملوا كريم ترطيب يكون قوي شويه زي بروكزيرا لايبو جيل، ده رائع جدا في الترطيب. ممكن حتى كمان استعمله في ترطيب الشفايف، ترطيب الايدين، ترطيب الكعبين، ده رائع جدا في ترطيب اصحاب البشره الجافه. ممتاز ممتاز. اذا دكتور رح ناخذ سؤال جديد من الجمهور، تفضلي. دكتور، انا عندي مشكله وهي جلد الوزه، ايه المستحضر اللي ممكن استخدمه ليه؟ طيب، احنا شرحنا علاج جلد الوزة اثناء ما كنا بنتكلم، ولكن برضه ممكن نستعمل كريم تقشير زي بروكزيرا كراتوف، ده ممكن نستعمله مره بالليل، ده ممتاز جدا.
وممكن نستعمل برضو معاها كريم ترطيب زي بلوكزيرا لايبو جيل، رائع جدا في علاج جلد الوزة، خلال أسبوعين أو ثلاثة بجيب نتائج رائعة جدا. ممتاز. طب دكتور بالختام حابين ناخذ منك مجموعة من النصائح لحتى نحن نقدر نحافظ على نضارة البشرة وأيضا الشعر والعادات الخاطئة اللي ممكن نعملها بفصل الشتاء وتسبب ضرر للبشرة والشعر. طيب البشرة الجافة زي ما قلنا هي عدوة فصل الشتاء، لذلك لازم نمشي بروتين مهم جدا ليها. ما هو هذا الروتين؟ أصحاب البشرة الجافة معرضين نحصل عندهم تجاعيد بسرعة جدا لو ما عملوش الروتين بتاعنا، اللي هو رقم واحد ان احنا نقلل الشاور بتاعنا، الشاور بتاعنا يكون مرة او مرتين في الاسبوع، الشاور لازم يكون بحاجة ما فيهاش صابون، نقلل قوي الحاجات اللي فيها الالكوهول والحاجات دي، لازم نستعمل كريم ترطيب على الاقل للاماكن المكشوفة زي الوش زي الرقبة زي الايدين زي الرجلين على الاقل مرة او مرتين في اليوم. مهم قوي ان انا استعمل واقي الشمس، واقي الشمس في الشتاء زي واقي الشمس بالصيف، وزي ما اتفقنا واقي الشمس مش بيحمي بس من اثار الشمس السيئه كمان، لا ده بيحميني من التجاعيد. اصحاب البشره الجافه مفيش مانع خالص ان هم يستعملوا كريمات تقشير مره كل يومين، ممكن كمان يعملوا ماسك على وشهم او على شعرهم مره او مرتين في الاسبوع، بدي نتائج رائعه جدا. طب دكتور عادات خاطئة نحن بنعملها بشكل يومي ومن غير ما نقصد ممكن نضر البشرة، درجة حرارة المي، إذا مثلا في كريمات فيها مواد عطرية، هي التفاصيل خبرنا عنها. طب مهم جدا ان احنا المية بتاعتنا تكون مش سخنة، بعض الناس في البرد بيروحوا يستعملوا المية السخنة على سنها بتدفي. تدفيهم طبعا الكلام ده غلط، لان المية السخنة هتهلك لي الطبقة الدهنية اللي هي اوريدي قليلة عند الناس دول، فاحنا نقلل درجة حرارة المية. مهم قوي ان انا ما استعملش كحول خالص، ساعات الكحول ده بيبدا يفتح لي فتحات في الجلد، فبدل ما بيحميني من الفيروس والبكتيريا لا ده بيدخل لي الفيروس والبكتيريا، غير طبعا موضوع الايه الترطيب اللي هو قلنا الترطيب ثم الترطيب ثم الترطيب. يعني بالختام بدي اتشكر كثير دكتور على وجودك معنا، على كل النصائح والمعلومات اللي بتقدم لنا اياها، شرفتنا ونورتنا. شكرا دكتور، شكرا كثير لك. مشاهدينا مكملين حلقتنا معكم لليوم، فاصل كثير صغير وراجعين، ما تروحوا لبعيد. جديد. صرنا عم نسمع كتير عن فكرة إنقاص الوزن أونلاين، لهيك خصصنا فقرتنا اليوم لنعمل زوم عن هذا الموضوع ونعرف كل تفاصيله من أول مؤسسين فكرة التخسيس أونلاين بمصر دكتور دعاء أسهل. كيف بنقدر نخس من غير دايت ومن غير حرمان ونحن قاعدين بالبيت؟ كل هاي المعلومات وأكثر رح تقدم لنا إياها الدكتورة دعاء أسهل، دكتوراه بالتغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، وأول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين بمصر، ومؤلفة كتاب التغذية وأثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي. دكتور دعاء مساء الخير. مساء النور يا حبيبتي، ومنورتينا على طول، ومن أحلى الفقرات اللي بتكون معنا بالبرنامج، أولا للطاقة الإيجابية اللي بتعطينا إياها ولا حضورك المختلف عنا بالبرنامج. اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم دكتورة، ومع بداية الشتاء كلياتنا بيزيد وزننا تلقائيا بفصل الشتاء، فنحن اليوم رح نقدم نصائح لكل الأشخاص اللي عم بيحضرونا اللي حابين يحافظوا على وزنهم بالشتاء وما لن قدرانين يتوجهوا على المراكز عند حضرتك، ممكن نقدر نخس عن طريق الأونلاين. عشان كده أنا قلت لهم أونلاين. أيوة، خبرينا دكتورة كيف هذا الموضوع؟ موضوع إن إحنا بنجوع كتير في الشتاء، وليه مش أنا مش بقى بحس الجوع ده في الصيف؟ ده طبعاً نظراً لاختلاف درجة حرارة الجسم عن درجة حرارة الجو، فعلشان يعني أدفى فبهدم سعراتي فبجوع بسرعة، المفروض إن أنا ما أكونش في الساعات الليلية، وأقولها مراراً وتكراراً إن في الساعات النهارية ربنا سبحانه وتعالى خلق
لنا الغده الدرقيه اللي موجوده في اعلى العنق، دي بتفرز الهرمون القادر على حرق سعراتنا، وبالتالي يتوقف عمل الغده الدرقيه في الساعات الليليه. وعلشان كده الناس اللي بتاكل بالليل هي اللي بيزيد وزنها. هيقول طب دي معادله صعبه، انا جوعت بالليل هعمل ايه؟ طاقه سلبيه، معنى ذلك انها تملى المعده لكن ما تتخنش، زي ممكن شوربه خضار دي زيرو كالوريز مثلا، ان انا ممكن اكل فواكه خضروات وبكده اكون قفلت ايش يعني الشهيه بتاعتي او اشبعت الجوع اللي انا حسيت بيه، وبناء عليه مش هيزيد الوزن. الناس بقى اللي بتطلب فاست فود والناس اللي بتاكل غلط بالليل والتسالي بتكون يعني شوكولاتات، كل ده غلط، لان ده كل ده فيه زيوت مش يعني مهدرجه، وده بيبقى شيء ضرر جدا على الجسم لانه بيزود نسبه الدهون الثلاثيه داخل الجسم. فلازم ناكل بشكل هيلثي. المفروض ان انا ما بعملش دايت لكل حالاتي، افطر بدري، اتغدى بدري، اتعشى بدري. مريضي مش محتاج ان هو يتحط تحت قائمه ممنوعات، نقول ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا، كل حاجة وأي حاجة، ولكن بنسب قليلة معتدلة. لما في ناس كتير بتتكلم إزاي هاكل كل حاجة وهخس، أيوة طبعا إحنا بننظم مواعيد الأكل، وبناء عن ذلك أنا النهاردة جبت ثمار مبادرتي أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء. معانا النهاردة حالتين كانوا بيعانوا من الشهية العالية. الشهية العالية طبعا لما بتلاحق إنسان ما بيعرفش يعمل الكنترول على نفسه، فبيأكل فبيزيد وزنه. يبقى أنا لازم أفهم إيه، أنا دكتورة في علم التغذية، وعلم التغذية ربنا ما خلقش على الأرض ده إلا وخلق ليه الدواء. هناك العديد من الثمار تمام اللي بيها تقفل شهيتي وما يزيدش وقت في نفس الوقت طبعا وزني. طب أعمل ده إزاي؟ على حسب الحالة الصحية والفئة العمرية، لأنه ما يتناسب مع الـ20 غير الـ30 غير الـ40، لكل سنة ولكل فرد وكل حالة صحية كيفية التعامل معه. طب دكتورة هم بدي أسألك سؤال كتير مهم، لكن الأشخاص اللي هنا حابين يخصوا عن طريق الأونلاين، شو هي المعلومات أو الأشياء أو الأسئلة يلي حضرتك تطلبيها منه لحتى هي ليست معممة تماماً. على كل حالة صحية وفئة عمرية. أيوة. مش حاجة اسمها إيه إن مكمل غذائي هيتعمل عنه دعاية ويبقى صالح لكل الحالات الصحية والفئات العمرية طبعاً. مش معقول ابدا طبعاً. وفي حد شهيته عاليه محب للاكل، في حد شهيته عاليه نظرا لانه تحت ضغوط نفسيه او يعاني من ديبريشن او بياخد ادويه اكتئاب، ودي ادويه بتفتح الشهيه علشان ياكل كتير فيعوق، فنسبه السكر في الدم عنده مش مظبوطه بالتالي شهيته عاليه. في ناس تاني من الزهق والملل بياكلوا كتير، وده التوتر والقلق والعصبيه، واي حد كلنا عندنا هيدك في حياتنا طبعاً. اي حد محطوط تحت ضغط ده بيكون عنده يعني هرمون الجوع نشط اكتر. صح. هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعاده ده طول ما هو مظبوط عندنا خلاص انا يعني مبسوط، نسبه السكر في الدم مظبوطه، بناء عليه مش هيزاكل، انا سعيد. دايما الناس اللي في حاله نفسيه يعني مظبوطه ده عنده هرمون الجوع يرتفع. طيب هل الناس الثانيه معناها انها ما تخسش؟ لا تخس طبعا، ولكن عشب اللي بيقفل الشهيه بيختلف. لازم كمان ان انا اكون مش حاطاه تحت هدك، ما هو مش جاي يخس وعارف ان انا بخس بدون حرمان وبدون دايت وبدون حميه غذائيه وبدون ممنوعات، ولذلك هو بنشتغل معاه. نحن اليوم دكتوره جايبين للمشاهدين اللي عم بيحضرونا حالتين يمكن من انجح الحالات يلي فعلا استفادوا على التخسيس اونلاين، رح يخبرونا اكثر عن هي التجربه وقديش خسروا وزن وفعلا كيف ما انحرموا من ولا اي شيء بحبوه. اسمحي لنا دكتوره نستقبل اول حاله معنا اليوم، عبد العزيز اهلا وسهلا. مساء الخير عبد العزيز، اهلا وسهلا فيك، مشرفنا ومنورنا. اهلا وسهلا. بدايه ما شاء الله النتائج اكثر من رائعه دكتور. لا لو شفتي الصوره كمان قبل يختلف ما شاء الله. لا قصدي ما شاء الله جسمه هلا فت وصحي ومتناسق مع بعضه طول مع الوزن، فالنتائج رائعه. ونحن عم نشوف مع المشاهدين كيف كان قبل عبد العزيز وكيف هلا صار عبد العزيز. خبرني قديش خسرت عبد العزيز وزن؟ 26 كيلو. ما شاء الله، بقديش وقت؟ 3 شهور 3 كورس. 3 شهور؟ مزبوط. طب خبرني كيف كانت هاي التجربة؟ تجربة بكتير والله كويسة جدا، خسرت وزني ما أوكي. كنتش مصدق اللي أنا فيه من أول كورس. أوكي. أول كورس نزلت فيه 12 كيلو بفضل لله. أول كورس كان قديش؟ شهر صح؟ شهر. بعد كده خلص اللي بيشوف ال 12 كيلو بصير بده ينزل أكثر، يعني خلص شاف النتيجة الرائعة بشهر فأكيد بده ينزل أكثر.
من اول اسبوع الحمد لله حسيت بفرق شاسع معايا في اللبس، في كل حاجه، في وزني، في الطول، في كل شيء فرق معايا. انا شغال في مجال معمار، بطلع وبنزل سلالم ياما، فالوزن ده كان عامل لي عائق جامد يعني. فبفضل الله الحمد لله وصلت للوزن المناسب اللي انا كنت بحلم بيه. ما شاء الله. دايما اقول اكثر ما يتالم داخل جسم الانسان بزياده الوزن هي العظام، لانه مستحيل العظام اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها تشيل مثلا 70 كيلو باريحيه تشيل 130 و120 و110 و100 كيلو بنفس الاريحيه. طبعا يعني سيت امبوسيبل، مش هينفع ابدا انه يكون في ما عندوش الم او مش بيعاني من 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 ضغط على عظام والمفاصل. هنا بيبقى ممكن يحدث عنده خشونة، وده ناتج لزيادة الوزن. ناس كتير جدا يبقى وزنها زايد وتروح لدكتور العظام، أصلا أنا يا حبيبي أنت خس الأول وبعدين أنت فكر تحل المشكلة. فعلا هي النصيحة دكتورة اللي بيقدموها كل دكاترة العظام والمفاصل، إذا عندك وزن زايد مفروض أنك تخس، أتخلص من المشكلة اللي نتج عنها المشكلة، مش أحل بمسكن أو بأدوية عظام. معروف أن أدوية العظام بتتعب المعدة، فأنت الأول تخلص من الوزن الزايد. وهو ما شاء الله النهارده يعني كنت كان طيب عزيز، انا هذا اللي بدي اسالك عليه، غير انه الواحد نفسيته بتتحسن، غير انه الواحد بصير بيلبس اللي بده اياه، احكي لي كيف انت فرقت معك صحتك؟ يعني النفس، الطلعه، النزله، الحركه، خبرني اكثر. الحمد لله والله يعني فرقت معايا كثير جدا في السلالم، في طلوع، في لبسي. كانت عامله لك كسل زياده الوزن؟ كان عامله لك كسل طبعا. كنت بنهج يعني، اكلم اي حد في الموبايل يقول لي انت ايه بتعمل مجهود، اقول له لا مفيش حاجه، يقول لي نفسك صوته عالي. ما هو دايما اللي بيعاني من زياده وزن ما بيبقاش عنده النفس بصوره منتظمه، حتى بالليل دايما معظمهم يعني يصاب بالشخير الحميد، وده نظرا لكميه الدهون المتراكمه، فمش قادر يكون نفسه منتظم. عنده الام في عنده يعني بيكسل، مش قادر يطلع يقول لك ركبي تعباني، مش قادر اقف كتير، كل ده زياده وزن. فانا اتخلص من ده وبعد كده اشوف هل ما زالت المشكله قائمه. يعني الغالبيه العظمى فيهم، السواد الاعظم منهم يعني، ان اللي بيفقد وزنه المشاكل النادرة طبعا، مشاكل من كل الامراض المرتبطه مع السمنه والوزن الزائد. انت كنت مصدق انك هتتصل تخس كده من غير ما تشوف عليها؟ لا طبعا. طبعا لا، يعني انا عملت دايت قبل كده بس ما جابش معايا نتيجه خالص، بالعكس كنت بزيد عليه ما شاء الله. دوت اول اسبوع حسيت نزلت 4 كيلو، فما كنتش مصدق نفسي، ده حافز خلاني ان انا اكمل، لو ما كانش فيه مصداقيه ما كنتش كملت طبعا. طبعا طبعا هي النتائج دي بيبان معايا من اول اسبوع الحمد لله بفضل الله وبفضل دكتور ناجي برضو، كان ما سابنيش ولا لحظه بتعليمات الدكتوره دعاء، ربنا يخليك يا حبيبي. فالحمد لله وصلت للي انا فيه دوت بفضلكم بعد ربنا طبعا. طب عبد العزيز بدي اسالك، فعلا كنت تاكل كل شيء؟ كنت باكل كل شيء والله، مكرونه، محشي، كل شيء. بس علم التغذيه هو علم مدارس، انا بشتغل بمدرسه الكميات وليس النوعيات. علم التغذيه ممكن تاكل كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله معتدله. اذا هذا الشخص يعاني من شهيه عاليه مش هيقدر يعمل الكنترول على الشهيه، والا ما كانش زاد وزنه. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ طبعا اخذ كورس البيستا وعشب البسيليوم، ده من اعلى الاعشاب اللي بتقفل الشهيه، وده مرخص وزاره الصحه. يحتوي على ايه؟ قشور التفاح. قشور التفاح دي يعني دي من القشور اللي المعده بتحتفظ بيها فتره، فبيبقى قادر ان هو كمان يمتص الدهون. كمان الجسم لما بياخد البسيليوم او عشب البسيليوم ده بيحسسه بالعطش، دايما يحس انه انا عايز اشرب ميه. ده نظرا لايه؟ وهذا شيء رائع دكتور، ده جميل جدا لانه ما بنشرب مي، يعني معظمنا العالم بينسوا انه يشربوا المي، فممتاز عم يخس وزننا وعم نشرب مي، فجامعين شغلتين بموضوع مفيد جدا. انا بديله العشب اللي بيه يشرب ميه كتير فهيعطشه، عشب البسيليوم بيحتاج ميه، فانا علشان اشرب ميه لازم العشب ده يكبر ويعلى وياخد حيز كبير داخل المعده، بالبلدي كده ينفش داخل المعده. فلما يعلى داخل المعدة صاحب الكورس ده أو الحالة دي ما بيأكلش. ليه؟ علشان ما أصبحش عنده نفس المساحة اللي عنده على طول، وبتخلي الشهية عنده طول، وبالتالي الكميات طبعًا التلقائية طبعاً. وكمان أنا لما يكون في داخل الكورس كمان فيتامين سي، وده مهم جداً، وكمان المكملات لازم تكون مضادة للأكسدة، فأنا علشان أديله مكمل غذائي اسمه مكمل غذائي، يعني أنا دلوقتي هقفله شهية لازم المكمل الغذائي يكون كبديل أو كمعوض
تعوض غذائي العناصر اللي بيحاشي الجسم يكون هو ايوه البشره عنده لا تتاثر. فيتامين سي معروف انه صديق المراه يعني، علشان انا ما احبش ابدا اللي بيفقد وزنه يقلل على مالك شكله صح. انت تعبان في الحاله دي هيتوقف لانه هو يقول لك لا انا مش انا عايز انا جاي احلى ومالي جاي اتعب صح بالظبط. ولذلك ما شاء الله قفل الشهيه معاه وثلاث اشهر يعني على طول ورا بعض ما شاء الله فقط فيهم 26 كيلو، فده يعني من افضل نتائج المبادره يعني عبد العزيز. طبعا طبعا دكتوره، ومثل ما كان عم بيقول عبد العزيز انه النتائج اللي شافها باول شهر هي اكبر محفز له انه هو يضل يسعى لحتى يحصل، ولكن في الشهر الثاني والثالث نزل اقل من الشهر الاول، ده اللي نظرا لان الجسم يتخلص من الدهون السهله اللي الدهون الأحادية والثنائية في بداية فقدان الوزن، وتتراجع للخلف الدهون الثلاثية العنيدة اللي موجودة داخل الجسم ذات الأمد الطويل. النوع ده من الدهون بيبقى محتاج مادة فعالة تحوله لدهون أحادية وثنائية عشان يسهل النزول. في ناس كتير جدا تقول أنا فقدت أول شهر كويس قوي وخسيت، وتاني شهر إيه ده، تالت شهر أنا ليه متوقف. ده طبيعي جدا، دي ثبات الوزن، وده يحدث مع كل الناس اللي بتحاول تفقد وزنها معايا أو مع أي حد تاني. ده شيء سهل يعني، وده شيء طبيعي، مش معناه إن أول كورس كان فعال البيستا كانت فعالة، لا ده البيسلم مش فعال، لا هو الجسم تخلص من الدهون السهلة في الأول، ولذلك هو نزل في الأول بصورة سريعة يعني. مشان هيك دكتورة 12 كيلو في الشهر. العالم بتصير في عندها فترات بيعند فيها جسم وهون بتكون المشكلة، رح نحكي عليها. بس اسمحي لي اتشكر عبد العزيز على وجوده معنا، واتشكره على الموتيفيت اللي عطاه لكل المشاهدين اللي عم بيحضروا. لا بقى مقبل على الحياة خالص. طبعا طبعا اللي هن حابين يخسروا وزن وفعلا فقدوا الامل من محاولات فاشله بالدايت. شكرا كثير ودوام الصحه يا عبد العزيز. شكرا يا فندم. شكرا. عبد العزيز من الحالات بيشتغل في المعمار، فليه انا ضد، يعني مش هقول ضد الدايت او حميه غذائيه، لان الناس اللي يومها بره البيت كله بيبقى صعب يعملوا الكنترول ده. والله دي حقيقه يا دكتور. فعلا فياكل كل حاجه واي حاجه ولكن بنسب قليله. طبعا الناس اللي بتفضل بره البيت ده مش معناه ان انا بشجعهم انهم ياكلوا فاست فود، لان اذا تحدثنا عن، مش بتكلم في نظافه محلات لان في محلات كتير نظيفه، انا بتكلم في كميه السعرات او الكالوريز اللي تحتوي عليها الوجبه دي، ما اتكلم في معجنات، في مياه غازية، في كاتشب، في بطاطس، كل دي يعني، وطبعا زيوت مهدرجة، ده غلط. كل ده يكسبك وزن يعني كتير وحالة صحية ليست جيدة. والله دايماً لسه كانت بتقول لي الدكتورة تحت الهواء هاي النصائح بالضبط، خلي معك اللانش بوكس، اللانش بوكس تبعك وما رحتي أكل صحي وهيلثي وانت عاملتي بالبيت لحتى وده صح طبعاً. تقدري تاخد العناصر الغذائية، أقدر أحط فاكهة، أحط خضروات، أقدر أحط الأكل اللي أنا عايزة كده والله من النهاردة بدون دكتورة. يعني أنا حتى لو هقلي شيء في زيت، أنا عارفة كست بيت إن الزيت هقليه فيه مرة واحدة، إنما لو جبته من بره الشارع او كده مش هكون ضامن ده. كمان ان انت تكون لازم مش كل حاجه هاكل من بره، غلط، دي مش طريقه صحيه ولا تقوي مناعه. الناس اللي اكلهم بعيد عن الخضروات، بعيد عن الفواكه، بعيد عن الاكل الصحي، بعيد انهم يكونوا بياخدوا البقوليات طبعا والخضروات، وكل ده ميبقاش مناعه قويه. وده دايما اقول حتى المبادره الاخيره، اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء، عمر الطفل ما هيكون بياكل بشكل مش صحي وهيبقى بلا سمنه، لا هيكون بسمنه ويكون صحيا مش كويس، ولذلك اطلقت المبادره دي. كمان وانا دكتوره من المنضمين لهي المبادره من اليوم والله بعد الحلقه عن جد، لانه فعلا الموضوع متعب وممكن يقطع مره، بس لما بيكون نمط الحياه لا، والطفل البديل كمان طفل نسبه الاكسجين ما بتوصلش كويس للمخ، بناء عليه درجه انتباه او التركيز لدى الطفل ده ما بتكونش زي زاويه داخل الفصل. فلذلك انا بقول ارجعي يا امهات تاني، اعملوا اكلكم انتوا في البيت للاطفال واكلوا بشكل صحي. دكتورة أيضا رح نستقبل حالة جديدة من الحالات يلي أيضا خسرت وزن كتير كبير عن طريق التخسيس أونلاين. رحبوا معي بسيد. مساء الخير سيد. أهلا وسهلا بحضرتك. ما شاء الله نتائج جميلة جدا والستايل صار حلو كتير وصرنا فت وبحالة صحية ممتازة. خبرني سيد قديش كنت وقديش صرت؟ 103 كنت. 103 كنت 103 الأول، وحاليا دلوقتي 75 كيلو. ما شاء الله، بقدي وقت؟ في 3 شهور. يخزي العين. الله الحمد لله رب العالمين. طب سيد خبرني عن هي التجربة، عم نشوف مع المشاهدين. لا دخلنا، أنا كنت يعني حاجة صعبة خالص أول والله. ليش حالة صعبة؟ قلي. كنت بحب الأكل طبعا، كان عندي شهية عالية وكنت دايما بحب الأكل، وده دايما بره طول النهار في الشغل في العمل،
بروح اخر الليل افضل اكل بقى، اكل من هنا ومصلي مثلا واقوم نايم. فطبعا دي كانت باظت معايا خالص 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 خالص. دايما الرجال اللي بيكتسبوا دهون زائده في البطن وما يطلق عليه بالكرش يعني ده الناس اللي الوجبه الرئيسيه بتاعتهم بتكون بالليل وجبه واحده وبياكل وبينام ووجبه واحده. في حد يقول لك انا مش باكل غير وجبه واحده، انا ليه زاد وزني؟ ايوه لان حضرتك اكلتها في الوقت الغلط. لو هي وجبه واحده واكلها في الساعات النهاريه اللي فيها الغده الدرقيه بتحرق السعرات اللي داخله جسم الانسان ماشي، ولكن غلط كمان. لازم الناس تاكل الثلاث وجبات على مدار اليوم ويكونوا في الساعات النهارية. طيب عندنا سيد محب للاكل يعني في ناس كتير كده محبه للاكل. احنا كشعوب عربيه دايما نتصدر في المقدمه معاناه من زياده الوزن. ليه؟ لان كلنا مشتركين في حبنا للاكل، في ان احنا كمان بقينا يعني كسالة جدا، ان كل واحد فينا بيدور عربيته لو هو رايح مشوار لاول شارع ما بيجريش، فدرجه الحرق عنده ما بتبقاش مظبوطه. طيب النوع بقى اللي زي سيد اللي بيحب الاكل ده، المفروض ان انا اعمل معاه ايه؟ ياخد باكت واحد من البيستا اللي هو ال 5 مللي جرام من البسيليوم، عشب البسيليوم ده يملا له المعده طيب، وكمان يقفل له الشهيه. ايه تاني؟ انا كمان عايزاه نسبه الحرق عنده تبقى عاليه علشان تكسر الدهون اللي موجوده عندي داخل البطن دي. طبعا القهوه الخضراء مفيده جدا. وليه بقول الخضراء؟ عشان بتفقد حمض الكولاجينيك ده بيفقدها القهوه في التحميص، وده بيخلينا نتخلص من الدهون الثلاثيه، وده اصعب انواع الدهون. ده ممكن حد يبقى يعني وزنه مظبوط وايه ده انا عندي دهون ثلاثيه. ايوه عشان حضرتك ما بتاكلش صح، عشان حضرتك ما مش يعني مش عايش بشكل هيلثي. هنيجي نتكلم معاه، ادينا له القهوه الخضراء، وطبعا القهوه الخضراء بتعلت له عنده معدل الحرق، وادينا له كمان عشب البسيليوم. عشب البسيليوم موجود في العديد من مكونات يعني من المكملات الغذائيه اللي موجوده كمان في الصيدليات، وده يعني موجود في العديد والعديد، وكلها منتجات مصريه مرخصه وزاره الصحه وتصلح انها تقفل الشهيه لاي حاله. ما نيجي سيد نقفله الشهيه وهو من نفسه يحس انه ما عندوش، هو شبعان ما عنده شعور الجوع ومش هيعمل دايت طبعا. مثلا لو هو قاعد قدام الاكل اللي بيحبه مثلا محشي، هو انا لو انا انسان طبيعي واكلت طبق السلطه وبعد كده قطعه البروتين وبعدها كده اكملت من الموجود، هل يعني 3 4 صوابع مثلا هيزيد وزنه؟ لا. الموضوع مش مع دكتور دعاء، لا مفيش تعميم. انا دايما بتكلم مش حاجه معممه، مش حاجه اسمها كل الاكل بيتخن او كل الاكل مش انت اكلته امتى واكلت منه كميات ايه، وهل بتشرب ميه على مدار اليوم، هل انت بتاكل وبتنام على طول، كل دي لازم نصائح. هل انت استغليت يعني استغليت عمل الغده الدرقيه واستغليت الهرمون ده ان انا اكلت بدري فطرت بدري فسعراتي عمليه التمثيل الغذائي او الايضه عمليه الحرق داخل جسم الانسان دمت؟ لا، الانسان يشوف بيعمل ايه. علم التغذيه علم كبير جدا وليس معقد. دكتوره ما بعرف قديش بدي اقول لك شكرا على اولا النصائح اللي بتقدمي لنا اياها، وقديش هي النصائح فعلا بتلامس كل شخص. يعني كل شخص قاعد وعند عنده الدايت وما بيعرف شو المشكله بثواني بتقولي لنا شو المشكله وشو الحل وكيف ممكن نساعد الشخص اللي ما له قدران فعلا يساعد حاله طبعا. عن طريق كورسات متنوعه ومختلفه عندك. يعني بدي اقول الف مبروك لسيد على النتائج اللي وصلها، وعن جد برافو عليك على الفرق يلي حصل عليه. وبدي اعرف من سيد لانه هو بيختلف من حاله لتانية. عبد العزيز ما شاء الله قال من اول شهر بلش يحس بالفرق، وهذا الشيء كان اكبر حافز لانه يستمر بانقاص الوزن. سيد امتى بلشت تحس بالفرق؟ يعني امتى بلشت تفرق جسمك ولبسك؟ يعني حاليا من يعتبر بعد اول اسبوعين كده، يعني اول اسبوع نزلت حوالي 6 كيلو. انا كنت مكبر يعني، كنت مفكر الكورس مش هيجيب معايا برضه يعني اي نتيجه برضه. لا ما هو ما انا اقول لك بس الحقيقه يعني، لان انا يعني عملت دايت كتير وكل ما اعمل ادوخ واتعب واسيب. فانا ايه، فلما شفت بقى يعني مثلا الاعلام بتاع الدكتور دعاء قمت متابع معاه، لقيت بقى في نتيجه رائعه خالص 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 الحمد لله. بس انا سؤالي مش عشان الهوا هتجاملني، اتفضلي. هل كنت تتخيل ان انت بمجرد ما تتواصل من قبل ما تكملي لا 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 قسما بالله قسما بالله حتى من قبل قال لي قسما بالله لا 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 انا كنت انا عملت كتير كتير وعندي فتره كتير وادوخ واصدع واحس ان انا مش قادر امشي وتعبان. طبعا في مكملات غذائيه مش صحيه وبتحتوي على كيميكالز وما بتبقاش يعني ناتشرال وما بتبقاش عشبيه. ده انا دكتوراه في علم التغذيه وربنا ما خلقش على الارض ده الا نبت له عشب يعالجه.
وعلشان كده انا دايما اقول لا طبعا انا ضد المكملات الغذائيه الكيميكالز اللي مضره بالصحه، اللي بتسبب عندنا صداع، اللي بتتعب اجهزه الجسم، اللي خطيره على الكلى وحاجات كده كتير جدا، وما بتبقاش تحت رعايه وزاره الصحه ومش موجوده في مصر تقريبا. وكتير مهم انه نحن اي دايتنا نعمله ما نسمع اي شيء حدا نصحنا فيه، نروح لعند شخص مختص يقدر يعطينا فعلا المواد اللي بحاجتها الجسم لحتى نضل بصحه وعافيه وايضا نحصل على وزن مثالي. شكرا لك سيد، ألف مبروك على النتائج اللي وصلت لها. أنا بس عاوز أقول حاجة واحدة بس. تفضل. أنا بصراحة أنا لما تابعت في أول كورس وثاني كورس لقيت الفرق شاسع جدا، وعند أولا باخد العلاج يعني مفيش جوع، مفيش صداع، مفيش تعب، يعني حاجة منتهى الجمال. ربنا يخليك. وبشكر كمان الدكتورة سارة يعني دايما متابعاني، يعني مثلا لو انا مثلا المفروض مثلا النهارده وزن مش شفاك داخل الشركه كله كويسين ولا لا لا انا قصدي كلام يعني كل والله كل الدكاتره حتى عبد العزيز كان عم هو بيتكلم بصراحه يعني انا بتكلم برافو عليها يعني الصراحه يعني بتتابعني على طول اوزن لا اعمل ظبط كذا. طبعا يعني الدكتوره دعاء ربنا انا سعيد جدا ان مصر فيها دكتور ده والله قسما بالله قسما بالله ولا يعني حاليا خلاص قاعد في محل يعني مش رايح دكتور اكشف ومواصلات وتعب واقعد خمس يعني الوقت ما بيضيعش الحاجه بتجي لحد المحل الحمد لله وحاجه منتهى الجمال قسما بالله. الف الف مبروك وان شاء الله يا رب ربنا يبارك فيها بالصحه والعافيه. وفعلا شكرا كثير دكتوره اولا على وجودك معنا، ثانيا على طريقتك بالتعامل مع حالاتك ومرضاك. انا ما شفت حدا بيحب دكتوره هالقد وخاصه لما بيكون دكتور تخصيص، فسعداء جدا دكتوره. دوام النجاح والتوفيق والتالق ودائما تكوني منورتينا وعم تقدمي لنا معلومات. تمثيل الشباب اللي معطلين طبعا طبعا شرفونا ونورونا، شكرا كثير لكم. شكرا مشاهدينا، الشكر الأكبر لكم ولمتابعتكم لنا. لهم نكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، نشوفكم بحلقة جديدة، ضلوا بألف خير وصحة وعافية، باي باي.